الفنانة نسرين يوسف بدأت مشوارها مع دراما تلفزيونية عام 99، وده كان من خلال مشاركتها في مسلسل بدارة بطولة الفنانة والنجمة الراحلة معالي زايد. أيضا شاركت بعديها في عدد من الأعمال الدرامية، كان منها حبنا الكبير واللي تم تقديمه عام 2000 واللي قدمته مع المخرج محسن فكري. قدمت أيضا مسلسل فريسكا عام 2004 مع المخرج الكبير مجدي أحمد علي. قدمت أيضا نسرين يوسف في مسلسل الإمام النسائي ودرب الطيب، شاركت في مسلسل الحب بعد المداولة واللي تم تقديمه عام 2006، شاركت أيضا في عرض خاص والسعلوك مع النجم الكبير خالد الصاوي. قدمت أيضا العرض المسرحي حريم إنقر. تعالوا في التقرير اللي جاي نشوف لقاء كاميرا فلاش بالفنانة نسرين يوسف، واللي هتكلمنا عن أعمالها الدرامية، كمان هتكلمنا عن مسرحية حريم النار، ونرجع ليكم مرة جديدة. آخر حاجة كان مسلسل السعلوك طبعا مع أستاذ خالد الصاوي، مسلسل عرض خاص مع أستاذ هادي الباجوري، فريسكا مع الأستاذ مجدي أحمد علي. الحقيقة أنا أول عمل اترشحت فيه كنت صغيرة، كان عندي 14 سنة، كنت بحضر مسرحية الفنانة عبيد الشرقاوي، وكانوا جايين يعرضوا عليها عمل يعني، فالمنتج قال لي تحبي تمثلي؟ قلت له اه نفسي قوي طبعا. الحقيقه طبعا هو بداره وفريسك علم مع الناس جدا، لان بداره كان اول مسلسل حماده هلال يمثل فيه وكان بطولتي معاه، وكان قطاع الانتاج، فكان طبعا من المسلسلات المهمه جدا. ده اللي حصل التعارف بيني وبين الناس. ومسلسل السعلوك طبعا، لان مسلسل السعلوك الحمد لله ربنا كرمني ب7 جوائز تمثيل فيه، فطبعا كان حاجه مهمه جدا ونقله فنيه في حياتي مهمه. علشان خلفت بنتي صغيره، هي معايا في الفيلم، هي طالعه فرحه وانا صغيره، والحقيقه مامتي ساعدتني في الاولانيه، جت في الثانيه بقى قالت لي ماليش دعوه، فكان لازم ان انا على الاقل اقعد معاها سنتين بس يعني تقف على رجليها يعني.